تمام، مش عايز تعمل اي حاجة، انك تقوم من السرير مشكلة، انك تشتغل او تروح الجيم معضلة، مفيش طاقة، مفيش لياقة، مفيش لباقة، وفي حماقة. كلنا عارفين الشعور ده، بس يا ترى ازاي نتغلب عليه وليه بيحصل؟ طبعا انا مش هقدر ان انا اسرد كل الاسباب اللي ممكن تخلينا نتحط في الحالة دي، ولكن اغلبهم بيكون ليهم علاقة باللي انا هتكلم فيه دلوقتي. في اجزاء في المخ مسؤولة عن الحافز والمكافأة، بتسمى دوبامين ريورد سيركت. الدوبامين ده عبارة عن نيورو ترانسميتر. الدماغ بتتكون من نورونز، النورونز دي بتبعت لبعضيها رسائل عن طريق الكتريك سيركت. كل الرسائل دي لو نبص عليها بدقة شديدة بنلاقي انها كيميكال رياكشن، يعني تفاعلات كيميائية، وكهرباء، الكهرباء اللي بتنتج عن طريق الكيميكال رياكشنز دي. وفي انواع كتير جدا من رسائل المخ ممكن يبعتها. لو انت في خطر المخ هيبعت رسالة، لو انت مبسوط المخ بيبعت رسالة، بس اللي احنا عايزين نتكلم عليه لو انت منتظر مكافأة. الدوبامين ساعتها بيفرز في المخ لما بنكون متوقعين ان في مكافأة هتحصل، وده اللي بيخلينا ان احنا نسعى ونشتغل علشان نحصل على المكافأة دي. فمثلا لو باباك او مامتك قالوا لك ان احنا هنجيب لك اللعبة اللي انت نفسك فيها دي لو انت خلصت المذاكرة اللي وراك، اللي حصل في المخ ان الدوبامين افرز بكميات كبيرة علشان انت متوقع ان المكافأة دي جاية لك وانت نفسك في المكافأة دي. فانت هتلاقي نفسك عندك الطاقة او الحافز ان انت تخلص الشغل اللي وراك، والدوبامين ريورد سيركت دي رغم انها معقدة الا انها كانت في دماغنا من ايام زمان جدا جدا، لما احنا كنا في الكهوف والبني ادم كان محتاج ان هو يحارب علشان ان هو يجيب الاكل بتاعه وان هو يكتشف النار، والدوبامين سيركت دي كانت بتشتغل كويس قوي لما احنا كنا في العصر ده نوعا ما. انما في العالم اللي احنا فيه دلوقتي في حاجة اسمها سوبر ستيمولاي. السوبر ستيمولاي دي زي ما تقول كده لمؤاخذة بتفشخ الدوبامين سيركت بتاعتك. تعال انت ايه فاهم نفسك حركة ولا ايه؟ مفيش ادب يلا؟ لا مفيش ادب يلا، مفيش ادب خالص؟ مفيش خالص. يبقى نتربى، لما هو مفيش ادب يبقى نتربى. تصدق انا شايف البحر من عندي هنا. بدل ما انت كنت محتاج ان انت تجري وتصطاد الفريسة بتاعتك علشان تطبخها، دلوقتي انت ممكن تروح المطعم كنتاجي ولا ماكدونالدز وتجيب جانك فود وتاكله. بدل ما كنت محتاج ان انت تشتغل على نفسك او على نفسك علشان تاتراكت بوتنشال ميت، حد ان انت تقدر ان انت تتزوج بيه يعني وان انت تتكاثر معاه، دلوقتي انت ممكن تتفرج على اباحيات. دلوقتي عندك السوشيال ميديا، ممكن تشوف حاجات بتديك دوبامين هيتس طول الوقت، ودي المشكله. الحاجات اللي موجوده دلوقتي اللي ما كانتش موجوده زمان زي التليفون بتاعك، التلفزيون، الحاجات اللي هي بتديك دوبامين سهل جدا من غير ما انت تتعب علشان، وممكن تدخل على انستغرام او تيك توك او يوتيوب ويديك دوبامين وتلاقي نفسك نوعا ما اتسحبت، بتضيع وقت من غير ما انت تكون عايز تضيعه، بتتفرج على محتوى انت مش عايز ان انت تتفرج عليه، وتحس في الاخر او بتحسي في الاخر انك مش مبسوط. ده لان كل مواقع التواصل الاجتماعي والحاجات اللي موجوده دلوقتي حاليا دي سوبر ستيمولاي، معمول الديزاين بتاعهم علشان يخلوك ان انت تجيت ادكتد، يخلوك ان انت تدمنهم. كل ما انت تستخدم الابلكيشن والمواقع اكتر كل ما هم يجيبوا فلوس اكتر، فهم بالنسبه لهم احسن حاجه ان هم يخلوك تعملها انك انت تدمن الابلكيشن ده. مع الوقت والاستخدام المستمر لهذه السوبر ستيمولاي اللي انا بتكلم عليها، الدماغ بيبدا ان هو نوعا ما ما يبقاش قادر يعمل الحاجات اللي بتتطلب دوبامين بس صعبه. المكافاه مش هتجيلك دلوقتي، المكافاه هتجيلك بعد وقت طويل، فانت مش حاسس ان انت قادر تصبر لان دماغك اتعودت على المكافاه اللي بتيجي على طول والمجهود السهل، وبعدين في الاخر خالص تحس انك انت مش قادر تعمل اي حاجه تانية. خليني اوريكم الموضوع ده بيبقى شكله عامل ازاي في حياتي. الطاقه المتطلبه دلوقتي ان انا اقوم وان انا اعدل الكاميرا وان انا اجهز وبتاع، طاقه مش موجوده، وما نزلتش ليه بقالي شويه لان عندي نوع من الاكتئاب شويه. ما اقدرش انكر ان لما انا قررت ان اسافر انا ما كنتش متوقع خالص ان الغربه ممكن تاثر على الواحد نفسيا بالشكل ده. مش عايز اعمل حاجة، انا هقفل الكاميرا دي. الملخص المفيد ان انت لو حاسس نفسك ان انت مش قادر تعمل اي حاجة، انت محتاج ان انت تتحرك، محتاج انك تتحرك، تقوم تعمل اي حاجة. الناس بتفتكر انها محتاجة حافز والهام علشان تبدأ تعمل اي حاجة، في الواقع انت محتاج تعكس الموضوع ده. الحافز هيجي لو بدأت ان انت تشتغل، والهام هتبدأ تدور حواليك. تروق الأوضة، تعمل 10 ضغط، تمسح المكتب بتاعك، افضل اتحرك، ابدأ اتحرك وقرر بسرعة حاجة واحدة وصلت عليها الضوء وابدأ اشتغل عليها. انا محتاج ان انا اقوم اعمل حاجة في حياتي. دلوقتي احنا محتاجين ان احنا نشيل كل الحاجات دي نوعا ما ونحطها في العربية وبعدين نحاول نتخلص منها بشكل ما او باخر.
اوكي وصلت العربية وفي حاجة هنا ظريفة في المدينة اللي انا فيها، ان في عربيات ممكن انت تأجرها اسمها جيجز. العربيات دي بتستخدم انت التليفون، اوريكوا دلوقتي في ابليكيشن كده تفتح العربية بالتليفون كده، العربية فتحت وقدر ان انت تستخدمها. العربية متربة طبعا، ان يعني الناس يعني بتستخدمها استخدام مش حلو قوي، بس يعني بتقضي الغرض. احسن حاجة لما تكون متضايق انك انت تعمل حركة، وعشان كده انا اروح الجيم دلوقتي عشان محتاج ان انا احرك جسمي، واحس كده لما انا بحرك جسمي ان المود بتاعي بيتحسن، وده actually scientifically proven. يعني انك انت بتريليس اندورفينز، والاندورفينز دي بتحسن المود بتاعك، فلما تحس انك انت يعني in a rut من احسن الحاجات اللي انت تعملها انك انت تقوم تتحرك. لقد وصلنا المكان اللي احنا رايحينه، اسمه Goodwill. في مصر يعني لما تتبرع بحاجات عادة بيدوها للناس ببلاش، هنا لما تتبرع بحاجات في يعني اماكن زي المكان ده بيبيع الحاجات، مش لازم باسعار رمزيه، يعني بتكون ممكن احيانا اسعار مش رمزيه يعني غاليه شويه. طلع في طابور طويل جدا، الناس هنا كلها بتحاول انها donate their stuff. شكلي اخترت المكان الغلط، لان كان في مكان جنب البيت وانا قلت مش هروحه علشان غالبا هيكون في ناس اقل في المكان ده، بس في ناس اكتر بكتير مما انا توقعت. حاجه تانية كمان، ان العربيه دي بتحسب عليا المشوار بالوقت، فعشان كده مش عايز ان انا افضل مستني كتير في العربيه لان الوقت ده كله بيتحسب عليا. الصراحه انا بفكر اركن وانزل اديهم الحاجه بايديا واشوف هل ده هيبقى اسرع ولا لا. تعالوا نعمل الموضوع ده احسن. It's done. دلوقتي في عربيات كتير فشخ زي ما انتم شايفين. All these cars are just waiting. طبعا الناس عماله تبص لي كده اللي هو يعني ايه ده يا ابن المحظوظه، انت خلصت من الحاجه اللي عندك. هنطلع نروح حته تانية، نروح مثلا روك كلايم. عارفين يعني ايه روك كلايمنج؟ دي برضه حاجه مش مشهوره في مصر. الرياضه دي اسمها بولدرينج، بولدر بالانجليزي يعني صخره كبيره جدا، بس انتوا مش هتشوفوا ان في صخور حقيقيه، هي كلها حاجات بلاستيك، ولكن بيكون الحاجات اللي انت تقدر تمسك فيها بتشبه شويه الصخور الحقيقيه، تمرين يعني لو انت عايز تتسلق حاجات بره وكده. لقد وصلنا، لقد وصلنا. تكييف العربيه حلو قوي، الدنيا حاره النهارده شويه. بص الورود والاشجار. البطارية هتموت دلوقتي للأسف، فأنا أوريكم فوتج من مرة. اوكي، المرة اللي فاتت أنا معايا عشان أخدكم معايا الجيم بتاع الروك كلايمنج لأن الكاميرا ماتت مني. النهاردة I'm excited إن أنا أخدكم معايا علشان الكاميرا مش هنخليها تموت. نفسي إن يتنشر الموضوع ده في مصر لما نكون موجودين، وهي إن إحنا نروك كلايمب نتسلق البلاستيك عشان مش طول. يلا بينا. طبعا انت ممكن تكونوا بتتساءلوا ليه انا مبسوط كده وبحاول ان انا اكون الانرجي بتاعتي ابيت. انا لاحظت ان انا الفتره اللي فاتت انا كنت مكتئب، وكنت مكتئب ونسيت اصلا انا ليه بعمل فيديوهات. كنت بعمل فيديوهات لان الموضوع بيبسطني. انت لو حاسس او انت لو حاسه ان يومك وحش وان انت متضايق ومحتاج حد او محتاج الناس توريك طاقة بحيث ان انت تتحرك، وانا بحاول دلوقتي ان انا ادخل الطاقة دي من خلال الكاميرا ليك او ليكي، فخد الطاقة واعمل بيها حاجة. الدنيا دوشة جدا هنا فانا ركبت المايك، بس انا حابب اوريكم المنظر شكله عامل ازاي. الجيم زي ما انتم شايفين بيكون فيه حيطان، الالوان المختلفة دي معناها صعوبات مختلفة، فخلونا دلوقتي نروح نحل شوية مسائل، نتسلق شوية من هذه المعضلات ويلا بينا. انا شكلي عبيط فشخ وانا بصور بالكاميرا في المكان ده لان مفيش حد هنا بيصور، بس يلا it doesn't fucking matter.